السلام عليكم متتبعي الكرام، كنتمنى دائما تكونوا بصحة جيدة وفي أحوال مزيانة. وصفتنا لليوم شوربة للقرنبيط أو الشيفلور وخبيزات كيجيو معمرين رائعين. بحال دائما نخليكم مع الطريقة والمكونات، فرجة ممتعة. غادي نبدا معكم بالشوربة. عندي هنا الشيفلور، وغاد ناخد واحد البصلة، واحد جوج بصوص ديال التومة، نجيب واحد الموس، هاد البصلة نقطعها على 4، ثم غادي ناخد واحد جوج بصوص أو 3 هكا. هنا ثم قطعوها غير على زوج، خليوها بالقشرة ديالها بحال ما هكا، نحطوها غير في الجنيب. بالنسبة للشيفلور غادي نقطعو صغيور، نخليو كل زهرة بوحديتها نقطعو صغير. بحال هادي مثلا نقطعوها على جوج، حيت هادشي غادي نديرو في الفران، خاصو باش يتشوى مزيان ويطيب دغيا نقطعو صغير. صافي غادي نستمر بحال ما هكا. هنا غادي ناخذ واحد لاطا اللي كتدخل الفران، هنا حطيت الثومه والبصله هكا، وهادو حتى هما غنحطهم بحال ما هكا نستفهم. كل ما كان صغير كل ما يطيب دغيا. غادي نديرو لهم زيت الزيتون، واحد رشة ديال البزار، ندير شوية ديال القزبر، هذه زريعة ديال القزبر مطحونة، وغادي نغطيوه بواحد الورق بحال ما هكا. المهم غير بيد ما يطيب يرجع عليه حتى هو يطيب. من بعد من يطيب نحيد هذا سميتو هذا الورق ونخليه يتشمع واحد شويه. هنا غادي نزولو هاد القشره الفوقانيه ديال البصله، صافي، وهاد الثومه حتى هي نزولو لها القشره ديالها. غادي نجيب واحد الطنجره اللي غادي نميكسيو فيها هادشي، هنا غندير واحد المعلقه ولا جوج ديال القشده، ونزيد هاد الفرماج المربع، غادي ندير واحد جوج حبات باش كيجي كريمي. بالنسبه للمرق انا درت هنا مرق ديال الدجاج، على داكشي ما درتش الملحه، درتو في هذا المرق هذا. اللي عندها الميكسور كيبقى ملي كتبغي تطحن كيبقى يطير لها رشاش، تبقى دير ميكا بحال ما هكا ودير واحد التقيبه ملي تدخل الميكسور وتميكسي عادي.
بالنسبة للخبيزات انا غادي نعجن معاكم في نفس الوقت نقول لكم المكونات. عندي جوج كيسان ديال الفورس، هذا كيهز كاس، وهنا غادي نديرو كاس ديال الفينو، جوج كيسان فورس وكاس ديال الفينو. غنديرو رشة الملحة، معلقة كبيرة ديال سنيدة، هنا عندي أعشاب منسمة، هنا عندي قزبر ومعدنوس معلقة كبيرة، هنا عندي واحد البيضة، رشيشة ديال الثوم بودرة. بالنسبة لخميرة الخبز غندير معلقة كبيرة على حسب الجو، بغيتو ديرو معلقة كبيرة، بغيتو ديرو معلقة ونص، بغيتو، المهم على حسب الجو. هاد المكونات غادي نجمعها بشوية ديال الحليب، غادي نخلط هاد البيضة هي الأولى. الحليب يكون دافي، ومن بعد غادي نجمع بالماء. المهم هنا عندي كاس ديال الحليب، من بعد غادي نزيد الماء. صافي كنظن هادشي كافي. نزيد شويه ديال الماء، ومن بعد ما جمعتها شوف كي كتكون دايره، كتخصها تكون مرخوفه واحد شويه، غندير لها واحد جوج معلقات كبار ديال الزيت. صافي وندخلهم فيها. نهلكها مزيان، ومن بعد نخليها تخمر. هنا الخبيز ديالنا خمر، غادي نقطعوه بحال واحد الباكيطات صغيورين ونخليهم عاوتاني يوليو خمرو. دابا غادي نطلق الخبيزة ديالي على شكل باغيطة. نجي لهنا نسد بحال هكا، يكون فيها ورق الطهي، نحط الخبيزات ديالي بحال ما هكا، من بعدهم واحد شويه تتمزج غادي يخمروا. بالنسبه للحشوه اللي غادي ندير، عندي هنايا الشبت، عندي هنا هاد لي سيبوليت هادو، وعندي بصله مقطعها رقيقه وفسخها، وغادي نحتاج موتزاريلا ولا فرماج حمر، غادي نقطع هادو. هنا زدت شويه المعدنوس، هو هذا نديرو بصح حتى هو، غادي نخلطو هادشي
ونزيدو في الفرماج، نزيدو هادشي على الفرماج. هادي هي الحشوة، قبل ما نعمر الخبز ديالي غادي نصاوب واحد الصوص اللي غندهن به الخبز. غناخد جوج معلقات ديال مايونيز وغادي نزيد عليه الهريسة، هاد المعلقة ديال الهريسة صافي، ونزيد زيت الزيتون ونخلط هادشي. هنا غنجيب واحد الموس اللي يكون ماضي ونفلح به الخبيزات ديالي. صافي دابا غادي ندخلوهم للفران حتى يطيبوا ويتحمروا معنا. نشعلو على الفران 200 درجة حتى يتحمروا.